السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الحب وكل الخير. جمعة مباركة علينا وعليكم بإذن الله تعالى. اليوم عندنا قصيدة بمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتبتها الشاعرة الجزائرية حسناء الصحراء، تقول: محمد رسول الله يا نور الهدى، سر الوجود يا خاتم الأنبياء، بسيرته العترة نسير ونقتدي، محمد أحمد الصادق الأمين، وسعت العالمين رحمة وعلما، وأخلاقه قدوة المسلمين، ظلت الأكوان تهتف باسمه، بدر تلألأ بنوره العظيم، لما تجلى نور رسول الله أنار العالم بسيرته والقرآن الكريم. روحي فداك أنت نعم المرسلين، خليل الرحمن رب العالمين، من صلى عليه بنوره يهتدي، وبسيرته يمشي بين الدروب بين العالمين، ويسير على دربه ذلك النور المبين. عطر اللهم قبر رسولنا الكريم من نور وصلاة وتسليم، بمكة دارها ومبناها، وبالمدينة مقامه الشريف، معجز القول كريم الخلق، جاء رحمة للعالمين، ضاحك التبسم جميل المحيا، نصلي عليه يا خير رسول، نرجو منك الشفاعة يوم غد، يوم لا ينفع لا قال ولا قيل، من حوضك يوم غد نشرب ونكون إن شاء الله من الفرحين، لأن لنا فيك كنز الهدى، لأن لنا فيك كنز الهدى، أنت يا محمد مطلب الراجين، نجم الثريا وصاحب الهدى، نور ورحمة للعالمين، على خطى الحبيب نسير ونرتقي، برقية ونكون من الفائزين. اللهم آت نبينا الوسيلة ونكون معه في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يسر لي أمري وهيئ لي من أمري رشدا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمك التي أنعمتها علينا. اللهم آمين آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم الإعلامي عماد زيد من فلسطين. أرجو أن تنال إعجابكم. إلى اللقاء.